السلام عليكم متتبعين الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم جيت نصور معكم طلع ديال الطاجين، كيجي زوين وخفيف. لكم المقادير، عندنا معلقه ديال الخميره مع مرش كبيره، وعندنا معلقه ديال الملحه مع مرش كبيره، وعندنا السميده ديال الحرشه، وعندنا جوج دلايف ديال دقيق الحرش، وعندنا التكريصه ديالنا هي السميده كما كتشاهدوا، وعندنا المدافي. هانتوما معايا، انا نوريكم الطريقه، كيجي خفيف وزوين ونتمنى يعجبكم. مطلوع ديال الطاجين كما كتشاهدوا في زبون الملح ديالنا، نقرصوها في هذيك السميدة اللي فوقكم، نقرصوها في السميدة، ما تنديرو لا طحينة ولا هانتوما كيما كتشاهدو، هانتوما كيما كتشوفو حنا كورناهم بطلعات صغار، غادي نغطيوهم نخليهم يرتاحو شوية وعاد نقرصوهم. هانتوما معايا، هما الطلعة ديالي، هما ارتاحو، أنا غندوز ونقرص عليه، كنقرصهم. هانتوما كيما كتشوفو ها الطلعة ديالنا قرصناهم، غادي نغطيوهم نخليهم يخمرو. ها الطلعة راهم خمرو، غدي الطاجين فوق البوطة نسخن وغرمين الطلعة ديالي، وغادي نقرص من رمين الطلعة غادي نقرصها في الطاجين. هانتوما كيما كتشوفو، يعني كنرميو الطلعة ديالنا كنقرصوها بهاد الطريقة. كنتكيوها بالفرشيطة بهاد الطريقة، هانتوما كنقلبوها بهاد الطريقة. هانتوما كيما كتشوفو ها الطلعة ديالنا راهم طابو، هاهوما كيجيو مدقسين ولا تيجيو مفشفشين ومدلوكين. نتمنى ينال إعجابكم الفيديو ديالي.